مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثامن، تحدثنا في الجلسة العقارية عن أهمية التصدير العقاري، ومعانا دلوقتي الخبراء العقاريين المهندس محمد الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة جسور العقارية. أهلا بحضرتك. ومعانا المهندس هشام حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جسور العقارية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. خلينا نبدأ مع حضرتك، أهمية التصدير العقاري. شوفي حضرتك، هو احنا كمصر حاليا بقى عندنا كل المقومات حاليا تخلينا من أفضل دول العالم في تصدير العقار. مفيش شك ان تصدير العقار زي اي سلعة، دي هتدر دخل كبير جدا لمصر، احنا في امس الحاجة للدخل دون. خلينا نتكلم عن المقاومات. اولا مصر من ناحية الطبيعة الجغرافية هي تعتبر افضل دول العالم، احنا عندنا 3000 كيلومتر شواطئ سواء بحر احمر او بحر متوسط. عندنا الجو نفسه عندنا في مصر افضل دول العالم، عندنا درجة الحرارة حتى كمان في السكند هوم كمان الناس تقدر تستفاد على مدار طول العام، دي مش متوفرة في اي بلد في العالم. رقم اثنين، عندنا مصر فيها ميزة قوية جدا الامن، احنا اكثر دول العالم امانا، ويمكن كمان باعلان الغاء حالة الطوارئ او عدم تمديدها دعم كمان استقرار مصر امنيا. رقم ثلاثة، عندنا المنتج العقاري حاليا دلوقتي بعد انشاء مدن الجيل الرابع بقى عندنا منتج عقاري من اجود واميز المواصفات على مستوى العالم. زي ما حضرتك عارف طبعا ان عندنا المواصفات بتاعه البنيه التحتيه الخاصه بمدن الجيل الرابع مختلفه تماما، فده خلى منتج عقاري جيد جدا. عندنا كمان ميزه تنافسيه قويه جدا ان السعر عندنا في العقار يعتبر من افضل الاسعار على مستوى العالم، فبالتالي عندنا كل المقومات تخلينا ان احنا نكون في مقدمه دول العالم في تصدير العقار. يمكن في شويه تعديلات يعني، وحاليا اعتقد الجهات السياديه بتدرس وان شاء الله هيحصل فيها قرارات الايام اللي جايه ان شاء الله، ان احنا محتاجين نقدم مزايا تحفيزيه شويه لمقتني او لمالك العقار وخاصه الاجنبي، ان احنا محتاجين نقدم له مزايا زي الجنسيه زي الاقامه الدائمه وهكذا. واعتقد الملف ده حاليا دلوقتي بيستحوذ على اهتمام الدوله البالغ في الايام القادمه ان شاء الله. فانا شخصيا متفائل جدا بتصدير العقار، والملف ده تحديدا حاليا الدوله بتهتم به اهتمام بالغ، وان شاء الله هيكون في نتائج طيبه على مدار الايام القادمه ان شاء الله. هو الحقيقه شركه جسور العقاريه من اوائل الشركات اللي تنبهت يعني وكانت مهتمه جدا بموضوع تصدير العقار خارج مصر، لان مصر بطبيعتها يعني هي دوله جاذبه جدا للاعمال بشكل عام، وهي أحق بلد ممكن في المنطقة كلها ممكن تقدر تصدر العقار بشكل كبير. فالحقيقة احنا في جسور العقارية بدأنا قبل ما نبدأ نشتغل في أي حاجة كنا بندرس احتياجات العميل اللي ممكن يخش ويشتغل في مصر بالشكل ده، فبدأنا نشوف احتياجاته من حيث المساحة، الموقع، الخدمات، الكواليتي بتاع المنتج اللي هو هيحتاجه. بدأنا نشتغل على المنتج ده علشان نقدر نوفر له الاحتياج الحقيقي اللي هو بيكون محتاجه في السوق المصري يعني. وبفضل الله يعني حطينا معايير للشغل بتاعنا تكون جاذبة جدا لأي مستثمر انه يقدر يختياره لجسور هو يكون الاختيار الاول بشكل عام. والحمد لله بدأنا نجني ثمار الكلام ده، لان احنا تقريبا في مشروع اللي بدأنا بيه نركز قوي في موضوع تصدير العقار هو المشروع الاول لينا في العاصمة الادارية الجديدة، وهو مشروع ميلانو تاور. فالحمد لله نتيجة الدراسة اللي احنا عملناها والتركيزات اللي احنا عملناها علشان نهيئ المنتج بتاعنا لعملية التصدير، هو ان احنا الحمد لله عندنا 14 جنسية بتشتري مننا دلوقتي، شارية مننا لغاية النهاردة، ومرشحة طبعا لزيادة في الفترة الجاية بشكل كبير جدا. وتواجدنا في اكتر من دولة سواء في الدول العربية او الدول الاوروبية الحمد لله بيضيف قيمة كبيرة على شركة جسور وعلى مشروعنا ميلانو تاور وعلى التصدير العقار بشكل عام في مصر كلها يعني.
شايف العاصمة الإدارية كمدينة ذكية متكاملة وفيها فرص استثمارية كبيرة جدا ومعمولة بشكل يعني عالمي أو يعني تنافس عالميا. شايف برضو أن العاصمة الإدارية هتفتح أفاق أكتر للتصدير العقاري؟ والله هو يعني ابتداء من الفترة الأخيرة في آخر 5-6 سنين بدأ التشجيع. يعني ده احنا زي ما تفضل المهندس محمد واتكلم على الموقع الجغرافي لمصر بشكل عام، بس كان عندنا ينقصنا أمور كتير زي موضوع الانفراستراكشر. يعني عندنا البنية التحتية كانت في مصر الحقيقة وضعها مش أحسن حاجة خالص، يعني فالتطوير والتنمية اللي ماشية في كل مجال في 5-6 سنين الأخيرة يعني خلت الموضوع مشجع جدا. ده أولهم العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة هي هتكون هب للبزنس في المنطقة العربية كلها، وده هيكون هو الوجهة الرئيسية في الميدل إيست كله لكل الانترناشنال كامبانيز الموجودة في العالم كله إنها تكون ليها مكتب تمثيل هنا. وإحنا برضو حابب أقول يعني معلومة، إحنا من ضمن الجنسيات اللي موجودة عندنا وتمتلك عندنا في البرج، إن شاء الله يعني قريبا جدا هنقدر نعلن عنها بشكل رسمي، هو سفارة فخرية لأحد الدول الموجودة في الغرب الحقيقة. يعني ممكن نعمل ايه معارض اكتر؟ ازاي نسوق لمنتجاتنا في الخارج؟ بص حضرتك، هو دايما احنا في عندنا عشان نقدر نبيع منتج معين محتاجين حاجتين، محتاجين يكون عندنا منتج جيد رقم واحد، رقم اتنين محتاجين احنا نقدر ازاي نسوق للمنتج ده. انت في عندك بيكون عميل معين محتاج المنتج ده لكن ما يعرفش ان هو متوفر عندك بالمواصفات اللي هو محتاجها. انا شايف ان مصر حاليا المنتج العقاري اللي فيها منتج يكاد يكون فوق الممتاز، كمان يلبي طلبات المواطن الاجنبي اللي هو محتاج ان هو يتملك خارج موطنه يعني. لكن يبقى النقطة الخاصة اللي حضرتك قلت عليها اللي هي خاصة بالتسويق، ازاي ان احنا نروج لده، ازاي ان احنا نوصل للمواطن الاجنبي ده ان احنا فعلا عندنا منتج بيلبي كل احتياجاته بكل المواصفات اللي هو يحلم بيها، ومش بس كده كمان، لا ده بسعر يكاد يكون ممكن يكون 25% او 30% من السعر اللي هو ممكن يكون بيشتري فيه بيه داخل موطنه الاساسي يعني. فهي النقطة دي حضرتك فعلا غاية في الاهمية، واعتقد ده برضو حاليا دلوقتي الدولة مهتمية يعني في اهتمام بالغ بالجزء الخاص بالتسويق المنتج العقاري بتاعنا. واعتقد ما احنا متابعين في كل الوسائل الاعلام ان حاليا لا معمول مجهود كبير جدا في الملف ده، وان شاء الله يلقي بثماره الايام القادمه ان شاء الله.